سيادة الوزير محمد عبد اللطيف لما عدل نظام الثانوية العامة، لغى مواد ودمج مواد وقلل وزود ووسع وضيق في القماشة بتاعت الثانوية العامة اللي هي الحاجات اللي بتتعمل يعني كل 50 سنة. أعرف إن الدول بتغير أنظمة تعليمية بخطط طويلة المدى، خطط عشرية وخطط بتصل ل50 60 سنة. عشان تغير نظام تعليمي في بلد ونظام تعليمي مستقر في بلد سبقت العالم كله في التعليم قبل 6 7 آلاف سنة، محتاج على الأقل لجنة تشكل وتدرس البيئة التعليمية والنظام التعليمي والوضع الاجتماعي والجامعات ومتطلبات سوق العمل والنماذج، وده بياخد له على الأقل ما بين 3 ل5 سنوات. لكن سيادة الوزير المعجزة جه عدل كل ده خلال أقل من شهر، على الرغم أن سيادته حتى ما درسي وقال لك درست مش عارف النماذج في 15 دولة، ده سيادته حتى ما كلفش نفسه يدرس الدكتوراه وخدها بالفلوس من على الانترنت. لما سألوه بتعمل كده ليه؟ قال عايز أقضي على الدروس الخصوصية. وأنا قلت لحضراتكم قبل كده أن القضاء على الدروس الخصوصية لا هيكون بإغلاق السناتر ولا حبس المدرسين ولا تخويف الطلبة وأولياء الأمور ولا مش عارف منع المدرس أنه يدي درس خصوصي. أزمة الدروس الخصوصية تتوقف يا سيدي عندما ياخد المدرس حقه فما يضطرش يشتغل لحد انصاص الليالي، لما الطالب يلاقي مدرسة مناسبة يتعلم فيها ما يروحش يقعد على الأرض وفصل فيه 120 طالب وطالبة، ولما الكتاب المدرسي ده مش كتاب ده تابلت، لما الكتاب المدرسي يدي المعلومة كاملة للطلبة ما يضطرش يجيب المذكرة. سيد اللواء محافظ بورسعيد كان له رأي آخر. سيادة اللواء اللي اتعلم أو اتعود يقول ينفذ الأمر بدون تفكير، وبالمناسبة الراجل ده معذور. ليه؟ جابوا سيادته من الحربية أو من الداخلية أو من الدفاع الجوي بقى أو من المشاة أو من الصعقة، سيادته حياته كلها نفذ الأمر وبعد كده ناقش، أو نفذ الأمر وما تناقش لأن يعني تمنك عندي زي ما بيقولوا العساكر كده رصاصة في حال إنك بتعصي الأمر. سيادته اتقال له هنمنع الدروس الخصوصية فخرج علينا سعادته سيادة اللواء محافظ بورسعيد يقول لك هولع في سناتر الدروس الخصوصية والطلاب هيرجعوا المدارس. ده مين بقى ده؟ ده سيادة اللواء محب حبشي. كأن قدر أهالي بورسعيد يا إخوانا، ودي حاجة غريبة جدا، مش عارف هي الحكومة دي عندها مشكلة مع بورسعيد يمشوا اللواء الغضبان اللي كان بيهين أهالي بورسعيد ويتطاول عليهم، واللي كان مكتبه منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب والتصوير، واللي متورط لحد النخاع في جريمة مقتل جماهير النادي الأهلي في استاد بورسعيد، واللي كان السبب في إلغاء البطايق الاستيرادية، واللي كان السبب في إلغاء الإسكان الاجتماعي، واللي كان السبب في خروج الناس من بيوتها في ضاحية الجميل، واللي كان السبب وكان السبب وكان السبب. يمشي اللي هو عادل الغضبان، أجيب لهم بقى تلميذ عادل الغضبان اللي هو محب حبشي، وأول ما يطلع علينا الراجل يقول لك هحرق سناتر الدروس الخصوصية. ليه سيادتك؟ عشان نرجع الطلبة والطالبات المدارس. طب الطلبة والطالبات يرجعوا المدارس ازاي؟ بورسعيد يا سيادة اللواء المحافظ، واعتقد حضرتك ما تعرفش هذا الكلام، واذا عرفته لن تفهمه جيدا، بورسعيد المحافظة الباسلة فيها عجز في الفصول بيصل ل18.5%. بورسعيد فيها عجز في المدرسين بنسبة 23%. بورسعيد نسب المدارس اللي محتاجة يتم إعادة ترميمها أو هدمها وإعادة بنائها بتصل ل17.3% من إجمالي المدارس. حضرتك مشكور، روح حل هذه الأزمات وارجع قول لي هحرق السناتر ورجع الطلبة المدارس، لأن الطلبة هترجع المدارس مفيش مدرسين، ترجع الفصول مفيش فصول، ترجع المدارس قايله للسقوط. بالمناسبه ده نفس الكلام اهو، واتقالت البقين وطلع بقى سيادته على طول، يعني عارف انت كل حاجه في البلد الفتره اللي جايه هتمشي بالعصايه والكرباج، حمله مكبره على سناتر الدروس الخصوصيه في بورسعيد للقضاء على الدروس. يا سيدي الله يهديكوا، يعني ليس هكذا يؤكل الكتف. امتى وفر مدارس
وفر مرتبات للمدرسين، وفر مدرسين في المدارس. وانا بوعدك ما هو محدش عايز يودي ابنه درس خصوصي يدفع له في الحصه 200 جنيه، ولا حد مدرس عايز وجع قلب يشتغل من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 3، يطلع يشتغل من 3 ويلف على السناتر والبيوت لحد الساعه 3 بالليل، محدش عايز يعمل. حل لي المشكله، لانك قبل كده قلت نفس الكلام واستمرت المشكله. سياده اللواء عادل الغضبان المحافظ السابق لبورسعيد قال نفس الكلام، قال لك نسعى للقضاء على ظاهره الدروس الخصوصيه. ده في يوليو 2023. ايه اللي حصل؟ قضى على الدروس الخصوصيه؟ ابدا ولا اي حاجه. وسيادته حتى لو حرق السناتر زي ما بيقول، انا بقول لك ولا اي حاجه، ده هوا كلام كده بيتقال اللي هو ايه؟ يعني طق حنك زي ما بيقولوا. انت ما بتحلش مشكله، انت عمال تطق حنك، عمال تطلع تصريحات عنتريه. سيدي حل المشكله، حل الازمه تتحل عندك المشاكل. شوف ايضا، استعدادا للعام الدراسي وكيل بورسعيد يوجه بضروره سد عجز المعلمين. ده الكلام ده كان قبل كام شهر او قبل كام يوم، اسف. يعني اهو الراجل اللي فاهم، اللي هو وكيل التعليم الدكتور محمد عبد التواب وكيل الوزاره في بورسعيد، بيقول لهم سدوا لنا عجز المدرسين. يطلع بقى اللي مش فاهم، اللي هو سياده اللي هو المحافظ، يقول لك انا هحرق الدروس الخصوصيه والطلبه يرجعوا المدارس. طب يرجعوا المدارس يعملوا ايه؟ هو بيجي قاعد 120 طالب في فصل، مفيش تخته يقعد عليها، مفيش حصيره يمد رجليه عليها، مفيش مدرس يخش يقول له اقعد يا ابني او اقعد يا بنتي، يا اما يذاكر في البيت يا ياخد درس خصوصي. انا معايا فيديو ايضا من مدارس جنوب بورسعيد والمدارس بلا مدرسين واولياء الامور بيطالبوا بحل المشكله منذ سنوات. يكشف سياده اللواء يفهم او يسمع الكلام ده ويحل المشكله للناس. نتابع الفيديو. ايه النهارده؟ ايه النهارده؟ اجازه، مفيش مدرسين جم. وكذلك النهارده احنا دلوقتي من قبل كده بساعتين وكل المدارس بتروح العيال. إيه كل دول قاعدين دلوقتي المدرسين بيتكلم مع المدرسين اللي جم، قال احنا جايين على حسابنا دافعين مواصلات، كل واحد دافع له 40 50 جنيه النهارده علشان نيجي علشان نثبت حضورنا ونقعد شويه. مفيش تدريب، مفيش دراسه. فاحنا النهارده عايزين السيد المحافظ يشوف حل الموضوع ده. احنا عايزين الباصات بتاعه المحافظه تنزل تشوف مشكله الناس دي، تجيب المدرسين اللي هي احنا النهارده المشكله الاساسيه. اهو ولي امر راجل محترم اهو بيطالب سياده المحافظ بحل المشكله. يقوم سياده المحافظ يسيب المشكله ويروح عايز يحرق السناتر بتاعه الدروس الخصوصيه. ده حتى اسوار المدارس، شوف كده اسوار مدارس بورسعيد تحولت لمقارب او لمقالب قمامه. دي المدارس اللي سيادته عايز الطلبه يرجعوا يتعلموا فيها. يعني ده يتقال له ايه طيب؟ طب يا اخوانا هو الراجل ده معذور؟ هو ده اخره في العلم او في ادراك معنى ملف التعليم؟ هو ده نهايته وتمامه في التنمية المحلية وإدارة المحافظة؟ هو سيادته جابوه من السرية أو من الوحدة اللي كان بيخدم فيها، تكون محافظة فيها تعليم وصحة ومواصلات وبني أدمين، فعايز يحرق زي ما حضراتكم شايفين بمبدأ الحرب اللي اتعلم وتربى عليه سيادة الوزير.